الحالة التالية، هاي عمارة موجودة حقيقية. قرر المعماري لسبب معين بعرفش ليش حط درج هون، وبعدين كمل درج هون، فهذا الدرج نص طابق وهذا الدرج نص طابق، فحتى يعزل الشقق عن بعض عمل شيفت بالليفل تبع الشقق اليمين وشقق الشمال، فصار في شقة هون وشقة هون وشقة هون وشقة هون، والمصعد له بابين، له باب أمامي وباب خلفي، فمرة بوقف على هاي ويفتح هذا الباب، ولا يوقف على هاي بيفتح هذا الباب، فالمسافة هون كانت حوالي 1.8 متر بين الطابق والطابق. حالة غريبة جدا، عمارة حقيقية موجودة بعمان، بس ما بعرفش إذا لسه موجودة لهلا أو إيش فيها، بس هاي الحالة واضحة إنه هون حتى الحالة الثالثة بتتحقق.